هذا رد العلمي ألا تستشكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يعلم بأن في الثلث الأخير تقل وما يعلم وقال وأوحى للنبي بأنه ينزل إلى الثلث الثلث الأخير من الليل. خلاص نؤمن بهذا نؤمن به في باطن وظاهر نؤمن بهذا ما نستشكل ما نريد إيرادات لنشوش السنة أو نكذبها. خلاص ربنا جل وعلا ليس كمثل شيء واضح. أنت الآن لو تكلم مع عشرة في آن واحد بلغات مختلفة وكلهم يشكون إليك وبينهم مشكلة وأنت بتحكم بينهم ها ما تستطيع ما تأتي تقول إذا كيف رب العالمين يسمع البشر كلهم في لحظة واحدة ولغات وأصوات مختلفة؟ ما يقال هذا في حق الله صحيح ولا؟ يجتمع مليونان في يوم عرفة أو أقل أو أكثر وكل واحد يرفع يديه ويدعو الله عز في عشية عرفة وربنا يسمعهم جميعا ويعلمهم جميعا ويعلم من تتحقق به إجابة الدعاء ومن لا تتحقق ومن لا يستجيب له رحمة به لأنه ما يعلم أن هذا ليس به خير ومن يدخل له دعوة اليوم القيامة ومن في لحظة واحدة ليس مثلي ولا مثلك. لو كان الله مثلي ومثلك كان والله تستشكل ما أشكال عليك تستعرف مشكلة في حق الله عرفت؟ لكن ليس مثلي ولا مثلك. فأي واحد يستشكل يقول الله جل وعلا ليس كمثلي شيء. الله عز وجل قادر أن ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ولو كان الثلث الأخير من الليل لا ينقاطع وجه الأرض. لكن الآن نحن الآن أين كما يقال مربط الفرس؟ نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكذبه؟ شكلك مو مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تقول كيف ثلث الليل الأخير من الصين لأستراليا شكلك مو مصدق. ليس مثلي ولا مثلك تمام. فربنا جل وعلا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يخلقنا ويبعثنا ويرزقنا ويسمعنا محيط بنا ما تخفى عليه خافية ما ينشغل بشيء عن شيء. إذا سمع هؤلاء خفي عن هؤلاء أو إذا رزق هؤلاء مات الجوع هؤلاء لا 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 ليس كمثل شيء. ربنا عظيم كبير لا نحيط به علما واضح. علينا أن نؤمن بالنصوص بالكتاب والسنة ما نحتاج إلى نستشكل نضرب أمثلة. والله لو بحثت عن البدع تجد كل كلامهم كيف كل صراحة يسأل كيف ينزل. حتى بعضهم من قلة أدبه وسوء أدب مع الله عز وجل يقول الله يعني ما عنده الشغل طالع نازل هكذا يقول. هل الصحابة قالوا هذا الشيء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هذا استشكى هذا الإشكال؟ هل الله لما أوحى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم استشكى هذا الإشكال؟ لو كان هذا الإشكال واردا لبينه الله عز وجل رحمة بالعباد ما نزل عليهم شيء فيه إيش فيه إشكال عليهم واضح. لكن اعلم أن هذا المبتدع يريد أن يكون مثل الله كل شيء يعلم الله عن نفسه يريد أن يعلم عن الله ما يعلم الله عن نفسه أو لا يؤمن. كيف لا تؤمن؟ قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لاحظت؟